الخير على كل مشاهدينا، وحشتونا جدا من الحلقة اللي فاتت لحد الحلقة دي. حلقة النهاردة بره الصندوق كالعادة، حلقة خاصة عن ازاي تهتم بنفسك خطوة بخطوة حتى وانت في البيت، وكمان علشان لو عايزة تعملي لنفسك مشروع وتقدري تكملي وتشتغلي من غير ما تعتمدي على حد او تستني انك تاخدي فلوس من حد. برضو حلقة النهاردة عن كده. حلقة النهاردة خاصة جدا، وضيفة حلقة النهاردة خاصة جدا برضو، من الناس اللي بتشجع جدا ان انت تعتمدي على نفسك، وان جمالك ده مش حاجة عادية لازم تهتمي بيها، وازاي بتشجع ناس كتير قوي ان هي تشتغل وان هي تقدر تكمل وتعمل مشروع خاص بيها او تنزل تشتغل في اي مكان، بس الاول تكون بروفيشنال. معانا خبيرة التجميل جينا كريم اللي منوراني النهارده. منوراني، ميرسي، ده نورك. شكرا. طبعا اول حاجة كده عايزة اسألك عليها، انت من اكتر الناس اللي بتشجعي ان الست تعتمد على نفسها وتتعلم وتشتغل وما تيأس، وبناء عن كده عامله اكاديميه كبيره جدا عن تعليم الميك اب وازاي تبتدي مع نفسك وازاي تتعلمي وازاي تاخدي الحاجه ستيب باي ستيب. عايزاكي بقى الاول تكلميني الاكاديميه بقالها قد ايه، وايه الخدمات اللي انت بتعمليها في الاكاديمي؟ انا عارفه ان السؤال طويل. بصي، هي بقالها كتير جدا. احنا شغالين تقريبا كل الخدمات، يعني بنعلم البنات مايكرو بليدنج، بنعلم البنات سكين كير، نأهلها ازاي تبقى ثيرابيست، كمان ترم مطل الشعر، صبغات، تقريبا كل حاجه يعني موجود، هارد جل والعنايه بالضوافر، كل حاجه. تمام. عايزه بقى الاول الاكاديمي بقى لها قد ايه؟ انا عارفه ان هي ما بقالهاش فتره. بصي، يعني بلاش كتير، بس انا في المجال بقالي 20 سنه. تمام. طب ازاي بقى عملت الضجه دي والحاجات دي وارقامك مكسره السوشيال ميديا، ازاي قدرتي تحققي النجاح ده بسهوله كده وفي وقت قصير؟ بصي، هقول لك حاجه واحده، الامانه وحب البنات. بجد حب البنات بيشجع قوي لما بيشوفوكي امينه جدا وانتي حقيقي حباهم، ودوت في الشغل يعني حباهم، بتقدم لهم خدمه بروفيشنال وبقل التكاليف، حاجة تناسب كل البنات. غير ان احنا بعد الكورسات انا بتابع، انا ما بسيبش بنت يعني انا غلطت في كذا، انا بعمل كذا، فعارفة ده حب اللي بيخلي الدنيا يعني كبرت قوي كده وحصل الضجة دي. طيب عايزة اسألك بقى، لو مثلا بنت جت تاخد عندك الكورس وسي خلاص خدته ودفعت حق الكورس وخرجت، بس في ايه يعني انت شايفة ان هي محتاجة تعيد تاني، هي ما اتعلمتش اللي هو يأهلها ان هي تشتغل في مكان كويس او ان هي تشتغل لوحدها او تكون بروفيشنال، لما ترجع تاخد عندك تاني الكورس بتاخده بنفس التكلفة ولا بتاخده بصي زي؟ هو نشكر ربنا لحد اللحظة اللي انا معاكي فيها ما حصلتش، البنات فعلا بيتعلموا تعليم عالي، لانه الموضوع عندي مش نظري، انا بجيب موديل بيقعدوا كل حركه كل ستيب كل تركيه هم بيقعدوا يطبقوها بايديهم عملي. فعايزه اقول لك ما حصلتش قبل كده لانه الشغل كله عملي، غير ان بعد كده بيتدربوا وانا ببقى متابعيهم. تمام. طب مده الكورس بتبقى قد ايه، وقت قد ايه؟ بصي يعني دي حاجه شويه على حسب نوع الكورس، مش كل الكورسات بتبقى يعني ليها ليميت واحد او ليها وقت يعني معين. الليشز مثلا، اللاشز انا عاملاه الفتره ديت بيبقى يوم واحد بس مكثف، عشان مش عايزه اضيع البنات تروح وتيجي ومواصلات بقى، واللي عندها شغلها يا دوبك بتاخد اجازه بالعافيه. بالظبط، فهو بيبقى يوم واحد مكثف، بيعرفوا يلموا الدنيا حلوه قوي، بيشتغلوا حلوه قوي. طب لو واحده بقى عايزه تاخد الكورس كله يعني كل الخدمات بتاخدها، ايه المشكله؟ بنعمل تاخد كده. وقت قد ايه برضو على حسب الكورس، كورس الميك اب مثلا 4 ايام، كورس الشعر والترميمات 4 ايام، الكورسات اللي بيبقى فيها دراسه شويه وبتبقى الدنيا معقده شويه دي بتبقى بتطول يعني. ايه هي بقى الحاجات اللي بتبقى معقده شويه؟ مسالي اللي حاجه معقده. لا صدقيني سهله جدا، عكس ما البنات يعني لو انت شفتي في ريفيوهات البنات بيقعدوا يقولوا واو احنا مش مصدقين ولا ايه ده. ولا انا حتى إنه شفت ريفيوهات لقيتها طبعا ريفيوهات شفتي اتعرضت جمالهم معانا على الشاشه صعبه، لقيتها عندك سهله قوي. انا بشوفها ان هي صعبه بس عشان العين، شعراوية بالعين، والعين حساسه. تخيلي بقى ان هما بيعملوها في يوم واحد، بيتعلموها وبيشتغلوا لنفسهم في يوم واحد. الفكره في التكنيك، اللي عارف يوصل برضو المعلومه بطريقه سهله، واللي عارف يبسط الشغل العملي مع البنات. تمام. طب كورس الميكروبليدنج ده بقى انتوا اصلا بترسموا على طبقه كام من الجلد؟ لا الاولى خالص يعني الميكرو، عشان في ناس كتير بقى بتطلع تقول حرام. انا عارفه ان هو مش حرام لان انت ما بينزلش ده، خالص صح المعلومه دي حقيقه؟ خالص، ده كانك بترسمي شعرايه بالقلم. طب انا عايزه اسالك بقى ايه الميكرو شادنج ده؟
ميكس بقى بين الشادنج ان انت عامله شادو عادي بالباودر ومن الشيب من الاولاني من راس الحاجب بيبقى شعيرات، فعاملين ميكس بين الميكرو بليدنج والشادنج. انا سمعت ان هو شادنج ده، بس دي معلومه يعني مش متاكده منها خالص، ان ده بيدي لون، يعني انت بتغيري لون حاجه، يعني انت حواجبك سودا مثلا فانت عايزاها هي بس لون تاني، بس بيقعد مثلا فتره كبيره. دي الموضوع ده الوان حقيقي؟ احبار، دي حقيقه، دي الوان احبار احنا بنتحكم فيها على حسب كل عميله وبشرتها و بتقعد كتير على حسب البشره. يعني، لو بشرتها بيضه وهي سودا، الحواجب سودا جامد بتقعد فتره قد لا ايه؟ ملهاش علاقه بلون البشره، هي ليها علاقه بطبيعه بشرتها. الدهنيه بقى والجافه وكده. الدهنيه طبعا عشان افراز الدهون الزياده فما بتخليش الماده تبقى موجوده، لكن الجافه هي اكتر البشرات اللي بيثبت شويه معاها الاحبار، يعني بتقعد حبه محترمين حلوين. طب قولي لي بقى يا جوجو، اعرف اصلا ازاي نوع بشرتي، يعني هجيبها بصي ازاي؟ الموضوع سهل قوي لكل البنات اللي مش عارفه نوع بشرتها عشان تعرف بشرتها ازاي. طبعا البشره الدهنيه من اسمها اصلا دهني، دهنية. فتلاقيها مزيته شويه بتلمع. البشره الجافه تملي، هتلاقي البنات صاحبه البشره دي بتشتكي تملي من ايه بقى؟ في قشور على بشرتها، بشرتها مشدوده، تملي، في حكه عايزه تهرش كده او تحك بشرتها بسبب الجفاف والشده البشره انها مشدوده. البشره المختلطه بيبقى ميكس بقى بين العاديه وبين ان بيبقى منطقه التي زون كده برضو مدهننه، ف يعني البنت لازم تبقى عارفه نوع بشرتها عشان تهتم بيها طبعا. طيب يعني اصحاب البشره الدهنيه دول تقريبا هم اكتر ناس بيعانوا، ده حقيقي، ده ده حقيقي حقيقي انا منهم والله. بالذات الصيف بقى. وتلاقي على طول عرق كده والميك اب بيسيح كل وكده. حاجه، كل مش حاجه. هحكي لك بقى، مش هحكي لك دول بقى يتعاملوا مع بشرتهم ازاي، او اكتر نصايح انت بتقوليها لهم يتعاملوا بيها مع بشرتهم، خصوصا في الصيف ودرجه الحراره بالليل حلوه والصبح طبعا صعبه. بصي هقول لك اول حاجه لازم تعرفي طبعا نوع بشرتك، فده ما وصلتي ان انت عرفتي انها دهنيه فاحنا حلينا الدنيا خلاص. تمام. هتجيبي بقى النوع الغسول المناسب بتاعك للبشره الدهنيه، وهتبداي تهتمي بقى ان انت تغسلي بشرتك صبح وليل، ولازم نقفل المسام حلو قوي بالتونر، وتختاري تمام. تونر نوع حلو قوي بالذات للبشره الدهنيه لانه ده بيفرق معاها قوي. بعديها بقى كريمات مرطبه صبح وليل، وكل 15 يوم بنصح انها تعمل تنظيف بشره بقى عميق حلو قوي بيظبط الدنيا معاه. طيب قولي لي بقى، بالنسبة لتنظيف البشرة ده فوائده ايه، ويعني وايه احدث الأجهزة فيه؟ بصي فوائده لا حصر ليها، يعني على قولي كم مدار فوائد، قولي لنا حبة. طبعا على مدار بعيد بصي علامات التمدد والخطوط البيضاء دي بتقل، شددا للبشره بقى نضاره، كل الاتربه والصيف والعرق والتراب اللي احنا فيه، عارفه لما البشره دي تبقى متجدده كل يوم فطبعا بتفرق كتير قوي. طب قولي لي انت بتنصحي بايه؟ طبعا لما دخلت عندك لقيت كمان تقشير، فانت بتنصحي بايه، التقشير احسن ولا تنظيف البشره على لا على طول، ولا حسب الاثنين كل، مع بعض؟ بصي على حسب كل حاله، كل حاله هي اللي بتحدد هي عايزه ايه، لكن احنا لو هنتكلم عن الروتين العام لكل البنات لا تنظيف البشره انا بنصح بيه طبعا، بس مش هيبقى مره في الصالون بتاع التجميل تمام. وبعد احنا كده. معانا صور ليكي اوكي. وضحي للبنات في الكورسات وكده. ده حقيقي، هنا كان كورس سكين كير برضو تنظيف بشره ده بأجهزة وانا معينة يا جيجي؟ بدربهم. طبعا هو المرحله دي اللي في الصوره كان جهاز البخار، وكنا بنتعامل بالابره بتاعه البثور السوداء. انا عارفه ان انتوا بتتعاملوا بالابره دي لما تكون الحاله ضايعه، البثور يعني صح اللي بتبقى كده؟ في بتبقى منطقه كتيره. الانف. طبعا طبعا لازم تطلع بالحل ده، هو ليه بتيجي في الانف بثور بيضاء؟ الدهنيه اكتر، المنطقه دي بتبقى دهنيه اكتر وبتساعد على ان المسام تبقى مفتوحه والبثور بتبقى طبعا بتخش بالطريقه دي. طب هي معانا صورة، دول كان كورس دي ايه؟ مايكرو بليدنج. كنت بدرب كانوا البنات. مركزين قوي. بصي هو حلو وسهل وممتع بس عايز ودي اللاشز. لاشز. بصي البنات مبسوطه ازاي، بصي فرحتهم ان هم حققوا حاجه كانت واو كانوا شايفينها صعبه. هي صعبة بصراحة، لا انا جميله ممتعه. بجد انا مستغربة ان هم بياخدوا يوم واحد ده حقيقه فيها الموضوع، يعني منطقة حساسة، وهي طبعا. اصلا ما بتيجي تركبي العادية ما بتعرفيش. ايوه، هي عايزه تكنيك برضو، تكنيك معين واحنا بنتدرب عليه مرتين، يعني بيتدربوا الاول على ماليكان
وبعد كده بنجيب موديل، فيعني العملي بيبقى مرتين مش زي ما الناس فاهمه. انتي متمكنه، حقيقي شكرا. ما فيها ما عندناش مستحيل. ما فيهاش كلام. ما عندناش وكمان مستحيل. عجبني فيكي قوي ان انتي اصلا بتشجعي الستات والبنات جدا ان هم ما يعتمدوش، طبعا يعني محترمنا لكل الرجاله، بس ما يعتمدوش على الرجال او ما يعتمدوش على حد. اه ده حقيقي. بصي الظروف بتتغير، يعني النهارده بيبقى جوزك، بكره ممكن تبقوا منفصلين، موجود ممكن يكون مش موجود. عايش اصلا. ده حقيقه بجد. فالبنت ليه تبقى يعني قاعده مع عيالها ومش عارفه تصرف عليهم؟ فكل الحالات هو موجود، يعني ربنا يباركه عادي، بس اشتغلي. وبالذات الحياه دلوقتي مش عايزه الواحد لوحده مش عايزه، لا الناس اصلا. وفي بنات اصلا او في الستات عموما حتى لو امكانياتها الماديه كويسه بتبقى رايحه المكان او رايحه مثلا تعمل تريتمنت، تعمل صبغه، تعمل اي حاجه، هي مش فاهمه اللي بتعملها دي بتعملها ايه. لا وعايزه اقول لك كمان، ابتدت اشوف فئه مختلفه عندي في الاكاديميه، مش كورسات ناس عايزه تشتغل بقى، ده ناس عايزه توفر لنفسها، بتاخده لنفسها. يعني إزاي؟ سواء صبغه او شعر، تقولي بدل ما اروح اعمل شعري صبغه بالافات مؤلفه، طب ما هو بثمن كورس واحد بثمن صبغه اعمل بيه لنفسي بعد كده. فابتدت اتجاهات تبقى بسبب الظروف دلوقتي، ان البنت زي الهارد جل، ابتدى بنات كتير تقولي انا عايزه اعمل لنفسي، يعني هو بدل ما ينفع اروح نعمل لنفسنا؟ طبعا لو اتعلمت ينفع طبعا تعمل لنفسها. ده بجد؟ اه ده حقيقي جدا، ازاي ده؟ انا بعمل انا لنفسي هتعلمه؟ كل حاجه. اه طب مش فابتدت. هتبقى صعبة الايد لا دي خالص، والايد دي؟ مع التمرين والممارسه مفيش حاجه صعبه، هو التمرين والممارسه والجهاز بس مفيش حاجه صعبه، يعني كتر ما بتتمرن وخدت التكنيك الصح خلاص ده بتعرف. وقته بياخد وقت قد ايه بما اني انا هاخده يعني؟ الهارد جل وقت الكورس ولا تقصدي وقت ان انت وقت تعملي؟ الكورس يعني بيبقى 3 ايام على حسب برضو الباكج اللي محطوطه ايه، يعني بتبقي مظبطاه بتدربي عليه كتير؟ موديل. واه ممكن، مش عارفه لو في صور هتشوفي دلوقتي، بيبقى هتظهر فيه معانا صور اه كتير. بيبقى فيه موديل والبنات قاعده، الدنيا بتبقى منظمه جدا، كل مكتب عليه الاجهزه والادوات، والبنت بتلاقي الموديل مستنيها وبتشتغل معاها كل حاجه. و ستيب باي ستيب طبعا. طبعا انت انا ببقى واقفه ما بسيبهمش. متابعين؟ طب انا عايزه اسالك بقى سؤال شخصي كده، لو حد جالك وقال لا انا عايز يجي هي اللي تشتغل لي، مش دعوه اوريدي انا اللي موجوده، انا ببقى يعني انا اللي يعني مش عايزه حد لسه بيتدرب او حد كده، انا عايز لا جيجي مش فاهماكي. يعني عايزه، انا جيت المكان وعايزه جينا هي اللي تشتغل لي. تقصدي كورسات ولا كشغل؟ لا كشغل. كشغل بص بنبقى محددين قبلها بوقت كتير، لان من كتر ضغط الكورسات ما بيبقاش تقريبا في وقت. تبقى حاجزه طبعا معاكي هي من الاول؟ بتحصل اه، بس نادرا لما، يعني من كتر ضغط الكورسات الكتير. لاني هقول لك على حاجه، اللي بيشتغلوا كتير بره في تمام المجال، لكن صعب تلاقي حد بيوصل لك المعلومه صح بالظبط. ويطلع من تحت ايدك هو فاهم. فانا بشوف ان دي ميزه شويه او موهبه شويه، فاللي بيشتغلوا انا شايفاها كتير، فلو انا ما عملتش حد تاني هيأدي نفس المهمه. لكن اه لكن صعب ان حد يخرج من عندك كان طالب يفتح باب رزق. لو اوريكي الكومنتات والرسائل على الواتساب، الناس بتدعي شفناها. لي انت فاتحه بيتي، لولاكي ما كنتش هفكر في المشروع. الحاجات دي في ناس ده بتاخد الكورسات دي اصلا يا جينا بتشتغل بيها اونلاين وبتروح بالاوردر. 90% من اللي جم ناس معهاش فلوس على قدها، بتفتح بالظبط. اوضه من بيتها، واللي مش بيفتح اوضه بيشتغل على المعارف والقرايب. فانت ما تكوني سبب بركه ورزق لحد، انت فتحتي له دخل، يعني دي حاجه حلوه جدا دي اصلا. حاجه ممتعه. لقيت عندك كده حاجة مميزة، بيجيلك ناس من برا مصر، ده حقيقي، من دول ده عربية حقيقي. كتير جدا. طبعا احنا بنلاقي في اكاديميات كتير على الساحة، بس كل مكان ليه حاجات بتميزه. صح. قوليلي بقى ايه اللي بيميز الاكاديمية عندك عن الاكاديميات التانية؟ بصي مش عارفة اقولك قد يعني حب الناس، الامانة هي باللي بتميز الدنيا، بتخلي الناس فعلا. انا عندي من اسوان، يعني ناس بتبقى جايه، انت عارفه اسوان القطر كام ساعه، بيجوا مخصوص ويحجزوا اوتيل عشان يجوا ياخدوا الكورس. عندي من سوريا، عندي من لبنان، والسعوديه. والسعوديه جالي كتير، الامارات حبايبي، ودبي، ايه تاني، مناطق وفي لا كتير في كتير ودول كتير. اه، يعني لو قعدت افكر هنلاقي كتير انا فعلا. اللي قعدت افكر بقى ايه اللي بيميز الاكاديمي دي عن الاكاديميات التانية، مع ان اكيد عندهم في بلدهم اكاديميات كتير. مش بصعب على البنات حاجه، بقلل التكاليف بخليها تقدر تشتغل. تقولي مش معايا ده، طب تعالي نشوف البديل ايه. يعني عارفه في اكاديميات شويه بره بتصعب على الدنيا، غير انه كمان بيبقى الكورسات مبالغ فيها، مبالغ فيها في الاسعار اسعار قويه، ومش بيبقى نفس الاحتراف. لكن انا طبعا عامله خليها ان هي تحجز طياره يبقى اه، لكن انا عامله موضوع عارفه كبير. الاحتراف
مع انها تكون في متناول الجميع عشان تشجيع لكل ست تقدر انها تشتغل وتقف على رجليها، فدي اللي بتخلي الدنيا مميزة شوية. كمان لقيت عندك حاجة تانية عايزة أتأكد برضو منك بيها، الماتيريال عندك انت بتبيعيها يعني وبتكوني موفراها لهم، يعني انا كمان باجي اخد الكورس وبلاس الماتيريال مش هحتاج بقى، مش هروح ده حقيقي، اشتريها، لانه بره هاخدها ممكن منك كمان يضحكوا عليهم. دلوقتي واحده بتاخد الكورس هي مش عارفه اصلا الماتيريال بالظبط. ولا عارفه الاسعار ولا عارفه ايه على ايه ولا هتجيب ايه، فطبعا انا بوفر البنات كل اللفه دي كلها، فبتيجي تاخد عندي الماتيريال، يعني واخده الكورس واخده كمان الماتيريال اللي تقدر اشتغل بيها تطلع كمان فينش حلو. ما هو في كل السوق مالي ماتيريال، بس ماتيريال عن تختلف، ماتيريال طبعا طبعا تختلف ايه، بتبقى مضروبة في يعني. درجه اولى والدرجه الثانيه والحاجه التقليد والحاجه الهاي كوبي والحاجه الاوريجينال طبعا. وبره البنت مش هتبقى عارفه لانها لسه في بدايتها، فمش هتبقى عارفه تميز، فممكن مبلغ حلو قوي يضحك عليها ويطلع الفينش وحش جدا وما تبقاش اصلا زي ما ومبتبقاش هي، عارفه حبيبتي. تبقى زي ما في الحاجات دي بتبقى مثلا في كل الماتيريال، ولا زي صبغة لا مثلا لا في كله صدقيني في كله. في كله ما فيهاش كلام دي. لا 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 كله بيتظبط. طب قولي لي احدث اجهزة، لما مثلا اروح مكان او اجي عندك بتنصحيني بيها او بتشتغلي بيها للعملاء بتوعك في تنظيف البشرة؟ بصي الهيدروفيشيال دي اثبتت وجودها حلو قوي لانها بتشتغل على طبقات عميقه من البشره، ودي محتوياتها كتير بقى زي الهاير فريكوينسي، ده حاجه تحفه للبشره، الالتراسونيك، الحاجات دي كلها بتنظف تنظيف عميق بجد للبشره وتزيل الخلايا الميته. يعني في نفس الجلسه بتشوفي بشرتك ايه ده، بتشوف يعني الفرق بتحبي نفسك كده واللي هو ايه ده، يعني بتشوفي بشرتك نضره قوي، فيعني بتبقى حاجه جميله من اول جلسه. يعني. اول حاجه بتنصحي بيها اللي هو الهارد فيش، طبعا بعد كده ايه؟ بعد كده بقى هي بقى في البيت، يعني عايزه اقول لك اصل انت الصالون او الجلسه اللي هتعمليها بتبقى مره ايه كل 15 يوم كل شهر، تمام. بس في اعتناء بقى عندك انت في البيت لازم تكملي ده، يعني البنت ما تبقاش منتظره ان الجلسه دي هتقعد معاها، لا انت بتكملي الروتين بتاعك بتاع كل يوم زي بقى ايه بقى؟ زي الغسول، لازم الغسول الحلو للبشره مش اي غسول وخلاص، لا اعرفي نوع بشرتك وهاتي الغسول المناسب ليها. تمام. التونر ده لازم، الترطيب ده مهم جدا، الترطيب على حسب نوع صبح البشرة برضو وليل صدقيني كل البشرات حتى البشرة الدهنية لازم تترطب، لأن الغسول أصلا بينشف البشرة تمام. وبيفتح المسام عشان ينظف البشرة. فتخيلي بقى أنت جبتي غسول نوع نظيف جدا وأنا بقابل ده، تقولي صدقيني أنا جايبة غسول غالي قوي طب ما أنت جبتي غسول بس ما قفلتيش تونر وبشرتك المسام لسه مفتوحة مفتوحة ما فيدخل لها رطبتيش، تراب. والغسول بينشف لانه بيمسح بياخد طبعا الاتربه والحاجات دي فبينشف البشره، فلازم حتى البشره الدهنيه ليها ترطيب. تمام. طيب قولي لي برضو المرطب بيبقى على حسب نوع البشرة ولا بشرة، ولا كل المرطبات تنفع لكل لا البشرات؟ طبعا، ودي بقى حاجه البنات بوقع فيها جدا، كل نوع بشره لازم ليه المرطب الخاص بتاعه. الدهنيه ما ينفعش تستخدم مثلا مرطب تقيل لانه ده ممكن يعمل لها مشاكل اكتر من عليها، لكن في مرطب مخصص للبشره الدهنيه، مرطب للبشره العاديه، مرطب للحساسه للمختلطه، طب احنا نعرفه منين ده؟ بيبقى طيب مكتوب. يعني بتروح مثلا الصيدليه تقول له بالظبط، عايزه عايزه مرطب، بشره عايزه سوري مرطب للبشره الدهنيه هيعمل كده. يعني الحاجات دي اصلا متاحه. متاحه ومكتوب عليها سهله. بص احنا برضو لما الناس يعني ابعتوا لنا على البيج عندنا، وهنبعت لها نوع بشرتك ايه وهي هترد علينا وتقول لنا طبعا انواع الكريمات ده حقيقي. هنستغلها شويه. قولي لي طيب، قولي لي المسام هنا كده بتبقى واسعه، تمام. ولما تيجي تحطي بقى فاونديشن اي حاجه تلاقي كده ايه، ساعات بتلاقي حفر كمان، يعني الحبوب بتمشي كده وتسيب مكانها حفر جميله ده حقيقي. ومسام واسعه، ايه بقى حلها دي؟ بصي التكنيك اللي اثبت نفسه الديرما بين للمسام الواسعه، كل اللي بتشتكي الابر الديرما بين اللي هي فيها ابر. تحفه، انت بتخافي شكلك. بس عايزه اقول لك لو جربتيها مش هتستغني عنها، تحفه. توجع بتوجع ما دي. لا بيبقى في بنج بقى مش هتحسي بحاجه، ده بيتهيأ لك الصور دي كلها بنج، يعني الناس مش حاسه الا ما كانش حد هي انا يعني. بلاقي صور، بلاقي كده في دم عايزه اقول لك هو بتخض. الدم بالسر بقى، ايه بقى؟ انه الدم مع المواد اللي بتبقى احنا مخلطينها زي الهيرونيك اسيد والكولاجين والحاجات دي كلها وفيتامين سي، بنعمل تركيبه تحفه
عايزه اقول لك بقى هي علاج رهيب. كل اللي بيشتري بقى كريمات ويقعد شهر وشهرين و6 شهور يعالج في المسام الواسعه دي، من جلستين ثلاثه بتعمل كده، على حسب طبعا كل واحده والمسام ازاي التانية يعني، بس بتجيب نتائج بتروح؟ رهيبه. طبعا طبعا، ده غير شد البشره والنضاره، وانه تشوفي كده بشرتك كانك حاطه تنت، ويبقى ده طبيعي، ده يعني هي نضره. خليني احبها بس انا بخاف. لا 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 ملهاش بديل؟ صدقيني، لا يعني الكريمات موالها طويل، لكن دي بتعمل على كذا حاجة. بصي طبعا احنا لسه هنكمل كلامنا معاكي مش هيخلص، بس هنروح فاصل صغنون قد كده، نرجع لكم تاني متروحوش في اي حته. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. تحدي ان انا اخليها تشوف نفسها لوك جديد. لكم مرة تانية مع خبيرة التجميل جينا كريم، واتكلمنا بقى عن كورس الشعر اللي انت بتديه، بس في 30 ثانية كده الوقت بيخلص معاكي بسرعة. حبيبة قلبي، عاملين كورس حلو قوي للشعر، يعني تقريبا هو 6 كورسات، بروتين فيلر، علاجات سقوط الشعر، علاجات الدرما كمان بند بالشعر ازاي، الفراغات والشعر برضو. طبعا الفراغات والانبات، كل دي بنديها كورسات للشعر، فيعني عرض برضو تحفة يعني، مكسر الدنيا يعني. ده الدرمة دي عايزة لها لوحدها حلقة بجد. الموضوع طلع كبير. قوي قوي حلوة. طب بصي انا كنت مبسوطة جدا ان انت شرفتينا جدا، وبجد الوقت خلص معاكي بسرعة. طبعا انت محتواكي كبير جدا، مختلف جدا عن الناس اللي في الساحة دلوقتي، مع احترامنا طبعا ليهم، بس انت مختلفة وبيجيلك ناس كتير، ده بيدل ان المكان جميل ومعقم وفي مصداقية. طبعا كنت مبسوطه جدا معاكي، ودينا حلقات كتير ان شاء الله مع شاء بعض الله. هنتكلم، انت مجالك عايز سلسله من الحلقات طبعا هنتكلم فيهم كلهم، كل مره هناخد حاجه. وانا كنت مبسوطه جدا معاكي، وكنت مبسوطه جدا ان انا شفتكم تاني. اشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم هي وهو مع دعاء مجدي.